ونحن نتنقل في هذه المحطات بين إنجازات شبابنا وإنجازات أبناء عمان في مختلف الميادين والأصعدة، ومثل ما كانت لنا وقفات يعني مع سابقة مع إنجازات مختلفة، اليوم وقفنا مع أكثر من إنجاز تمثل في إنجاز شركة نوى وشركة نبتة، واليوم نتكلم كذلك مع الفريق المشارك في ملتقى بيت الزبير للشباب، ويعني موجودات عندنا في الاستديو جهينة ومنيرة. نعم، ومحطتنا القادمة كذلك مع إنجاز كنا فخورين فيه، وهو إنجاز الدكتورة لميا الحاج الحاصلة على جائزة لوريال اليونسكو للمرأة في العلوم زمالة الشرق الأوسط، وهذه الجائزة تعد من الجوائز العالمية التي تقدم للنساء العربيات البارزات في مجال البحث العلمي. مساك الله بالخير دكتورة. الله يمسك بالخير عبد الله، شكرا جزيلا على الاستضافة. يا مرحبا وسهلا فيك، ونبارك لك هذا الإنجاز، كما نبارك كذلك لأنفسنا كونك رفعتي اسم عمان في مسابقة مثل هذه وجائزة مثل هذه. شكرا جزيلا، وأنا سعيدة جدا بالإنجاز أكثر لأنه بفرحة الناس اللي مسعيدة لهذا الجائزة الحمد لله رب العالمين. أكيد، وأنا قبل لا أدخل دكتورة في تفاصيل هذا الإنجاز والمعايير اللي من خلالها يعني يتم اختيار الفائز، أريد توصفي لي شعورك في اللحظة اللي تم فيها الإعلان عن فوزك بهذه الجائزة وهم ينطقوا اسم عمان، إنه هذا الاسم الفائز هو من سلطنة عمان، أريد أعرف هذه المشاعر في هذه اللحظات بالتحديد. بالضبط، ما أخفي عليك إنه دمعت، يعني كان موقف جدا جدا جميل، يعني لما قالوا لي أن يكون الفائزة لهذا الجائزة، لأنها فعلا جائزة فيها تحدي كثير، والقضاء يعني والحكام قالوا انه كان فيها منافسه كبيره، فكنت حابه انه اسم سلطنه عمان تكون من غير، والخريطه سلطنه عمان تكون موجوده على المسرح. نعم. كنت سعيده جدا لما ذكروا اسمه، حتى اصلا نسيت ان الجائزه هي للدكتوره، حسيت ان هي الجائزه لسلطنه عمان. نعم اكيد، فسعاده غامره للجميع. نعم. الحمد لله رب العالمين. يمكن يعني يمكن هل الكل كان يركز في الجائزة وطبيعة الجائزة، لكن أنا ودي أروح بعد لبعيد لمكان ثاني. يعني تعرفي دكتورة لميا، اليوم المرأة العمانية في ثقة متبادلة بينها وبين جلالة السلطان، لأنه جلالة السلطان في مواقف كثيرة كان دائما منتصر للمرأة منذ السبعينات لما أتى على طول مسألة التعليم أن تشمل المرأة، تخصيص يوم كذلك للمرأة العمانية، دائما جلالته يؤكد إنه هذا الوطن لا يمكن أن يحلق بدون الجناح الآخر وهي المرأة. أكيد في شعور برد الجميل ولو شيء بسيط لجلالة السلطان على هذه الثقة لو لها للمرأة، لأن هذا الجائزة اليوم بعد تمثل انتصارا حقيقيا، ويعني مكانة كبيرة للمرأة العمانية أن يكون اسمها موجود في, 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 في محافل مثل هذه. نعم أكيد عبد الله، بالعكس يعني أنا أكثر شيء يسعدني سبحان الله، دائما كنت أقول نفسي أقدم أي شيء للوطن، يعني نفسي سبحان الله. إحنا درسنا في مدارس حكومية مجانية، درسنا في جامعة حكومية مجانية، رحنا بعثات الماجستير والدكتوراه، يعني ما صرفنا ولا سلس خلال دراستنا هذه إلى الدكتوراه. نعم. فأقل ما يمكن، طبعا هذا غير الخطوات الكثيرة إحنا ننعم فيها يعني. نعم. في عمان، ولكن أقل ما يمكن نقدمه للوطن إنه نشوف إن الشعب يعني الوطن يشوف نتائج هذا الجهد كلها وهذا الأموال اللي ضخت علينا والانتباه اللي والأضواء اللي سلطت علينا. فيعني كجزء بسيط طبعا إحنا ما ممكن نوفي أبدا في حق صاحب الجلالة ومولانا صاحب الجلالة، بس كمثل ما يقولوا توكن أوف أبريشيشن، يعني هي شيء بسيط جدا نعبر فيه بس عن شكرنا لكل النعم اللي احنا يعني ننعم فيها في سلطنة عمان، خاصة المرأة العمانية. نعم، يعني في كل لقاء يعني هناك في الإمارات، في كل لقاء لما كانوا يقولوا في عندك شيء إضافي بغيت تقولي، كنت نقول نعم، أحب أهدي هذه الجائزة لمولانا صاحب الجلالة، على أساس يعرف أنه هذه نهاية جائزة وطن وليس جائزة دكتورة لمياء الحاج أبدا. نعم، وحنا لما نتكلم عن هذا الموضوع يمكن الشيء الجميل عندنا هنا في عمان أنه دائما الرجل كذلك يفتخر بإنجاز المرأة في مختلف القطاعات، لأنه يشعر أنه هو شريك بعد في هذه الإنجازات اللي تحققت. دكتورة، نتكلم الآن عن طبيعة مشاركتك في هذه المسابقة وكذلك البحث العلمي اللي تقدمتي به. نعم، جائزة لوريال يونسكو أطلقت في عام 1998، في حين صار لها 20 سنة هذه المبادرة، وجزئية أو فرع الشرق الأوسط أطلقت بخمس سنوات، فهذه النسخة الخامسة الحين اللي أنا فزت فيها. نعم. الفكرة كانت من الجائزة أنها تقلل أو تقلص الفجوة
من تواجد المرأة في مجال العلوم والأبحاث. لأنه نسبة المرأة في مجال الأبحاث 30%، فبعيدة جدا من حتى النسبة المساوية للرجل 30%. بس الجدير بالذكر أنه هذه النسبة أصلا مرتفعة في الوطن العربي، يعني نسبة النساء في مجال الأبحاث في الوطن العربي أعلى قليلا من النسبة العالمية، وهذا مؤشر جميل جدا يعني. فنحن طبعا نحاول أنه يعني نرفع من هذه النسبة أكثر وأكثر. فكرة الجائزة هي أنها تدعم النساء العربيات البارزات في مجال البحث العلمي أو لهم باع في هذا المجال، أو لهم أيضا يتحدثوا عن أهمية البحث العلمي، ولهم أيضا منشورات في دوريات علمية مرموقة، عندهم أبحاث مثلا في أماكن مختلفة من العالم يعني، فيشوفوا أكثر من كريتيريا، أكثر من تصنيف للجائزة. ويقدموها لخمس أربعة من فئة ما بعد الدكتوراه. يعني أربعة من الشرق الأوسط من فئة بعد الدكتوراه، وطالب واحدة من طلاب الدكتوراه. نعم، يعني دكتورة تمر المسابقة هذه بمراحل حتى يتم اختيار الفائز. عملية فرز قوية، وعندهم حكام من دول مختلفة. يعني واحدة من اللي كانت في من حكام المسابقة كانت خريجة جامعة هارفارد، وكانت جالسة معي على حفلة العشاء، وكانت تقول انه فعلا كانت المنافسه قويه جدا هذا السنه، لدرجه انه كان في يعني متحيرين في مين يختاروا لتكون فائزه لهذا الجائزه. فعشان كذا كانت سعادتي مضاعفه اللي اعرف ان اصلا مستوى المقترحات البحثيه المقدمه اصلا في ارتفاع. هذا مؤشر جيد لنوعيه طبيعه الابحاث اصلا اللي تصير الان في الشرق الاوسط. نعم. إن صارت المنافسة أقوى، لأن طبيعة الأبحاث صارت أقوى والمقترحات صارت أقوى، وأكيد هذا التنافس القوي يعطي ناتج كذلك قوي في الأبحاث العلمية. بالضبط بالضبط، وهذا اللي يعطي هذه الجائزة مكانتها. يعني مثل ما حدقون حصلنا على جائزة دوري اليونسكو، خلاص إنه واضح إنه هذه جائزة دولية مرموقة معروفة الكريتيريا مالتها، أو يعني طريقة اختيار الفائزين فيها شديدة جدا. ففتحت لي كثير من الأبواب، يعني حتى في الحفل نفسه اللي صار فيه التكريم تم ترشيح لجوائز أخرى العام القادم إن شاء الله في المملكة المتحدة. جميل، وهذا اللي كنت أريد الإشارة إليه، يعني أكيد الفوز اليوم وهذه الجائزة هي حافز ودافع لشيء قادم. اليوم الدكتورة لميا، إيش القادم اللي تفكر فيه؟ والله القادم مليء بالمفاجآت، وبأمانة أنا ما أفكر إلا أني أعطي كل الجهود اللي عندي. يعني أفكر في أني أعطي 100% من الجهود في كل المجالات اللي أنا متمكنة فيها، وبعدين سبحان الله يفتح الأبواب. نعم. يعني أنا على فكرة جائزة دوري اليونسكو قدمت لها من قبل 3 سنوات وما حصلتها. كنت مقدمة بس ما كنت متوفي الشروط، وكنت عارف أني ما متوفي الشروط، بس قلت أني بحاول. بهذه الطريقة لو احنا كل انسان دائما يقدم باخلاص ويجتهد، الله سبحانه وتعالى يفتح له الابواب. فانا كل اللي اعرفه انا هقدم 200% الحين، او 100% الحين راح اقدم 200% ان شاء الله، انا متاكد الله سبحانه وتعالى راح يفتح لي باب اخر ان شاء الله. نعم، ممكن يكون بعد حافز للباحثات العمانيات انهن يبذلن بعد الجهد، لانه مع العزم والاصرار والمحاوله اكثر من مره الانسان يصل الى اهدافه والى طموحه اللي يريد يحققها. بالضبط، وأحب أن أوجه دعوة الآن بما أن أستغل يعني وجودي على الهواء، أوجه دعوة لكل النساء العمانيات اللي موجودين في مجال البحث العلمي أنهم يدخلوا الموقع ويشوفوا إيش الشروط اللي محتاجينها لجائزة اليونسكو، ويحاولوا خلال السنوات يعني إذا متوفين الشروط يقدموا للعام المقبل، وإذا ما يستوفي الشروط أنهم يكون عندهم خطة أنه يعبوا كل هذه الشروط اللي يحتاجوها للمسابقة أساس يقدمونها في المستقبل، لأنها فعلا جائزة رائعة. نعم، ودكتورة أنت ذكرتي في تغريدتك كلي فخرا في آخر سطر منها، وأنا أرفع علم عمان عاليا في المحافل الدولية، ونحن كلنا فخر بك أنك فعلا حققتي هذا الجائزة ورفعتي علم عمان عاليا. كلمة أخيرة تحب توجهها لكل اللي يسمعوك الآن سواء عبر أثيرنا أو اللي يتابعونا مباشرة عبر قناتنا في اليوتيوب وتويتر. شكرا جزيلا، أول شيء أشكرك على الاستضافة عبد الله، ما قصرت، وأحب أشكر كل الناس اللي ما لحقت ما شاء الله قنوات التواصل الاجتماعي ضجت. نعم. بالتبريكات والتهاني، وهذا يبين يعني محبة الناس للوطن. أكيد. أكثر من محبتهم للعلم، يعني في ناس كثير ما أعرفهم، هي محبة وطن، فأنا ما قصرت في يمكن الرد على كل المتفاعلين معي، فأحب أوجههم على الهواء شكر وتقدير وأخبرهم أن ساعدتهم
لي هي يعني أكبر سعادة لي. وأيضا أنهم يعني يمشوا أنه يكون عندهم حقوق يعني أهداف واضحة في حياتهم ويجتهدوا لتحقيق هذه الأهداف، لأنها أسهل مما يتوقعوا بس يحتاج تنظيم وأصرار. بإذن الله تعالى دكتورة لمية الحاج، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك عبد، يعطيك العافية. إذن مستمعينا كانت معنا الدكتورة لمية الحائزة على جائزة لوريال لليونسكو للمرأة في العلوم، زمالة في شرق زمالة الشرق الأوسط، وهذه الجائزة طبعا جائزة عالمية تقدم للنساء العربيات البارزات في مجال البحث العلمي. إن شاء الله نتمنى التوفيق للدكتورة اللي أسعدتنا بإنجازها هذا، وسعادتنا أكيد من رفع اسم عمان عاليا في مسابقات سواء كانت إقليمية ولا دولية.